انا هضرب في اللي مشغل القناه واللي بيمول القناه، هضرب في هذا الحقير، هضرب في هذا الحقير، ده الهاشتاج بتاعنا. هنضرب تميم اليوم موجود في الدوحه يزور قطر. شايفين كده زياره مهمه، توقيت مهم، اجواء كبيره جدا لهذه الزياره. مسؤولي دوله الامارات دوله قطر باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. الجمهوريه هي زياره مهمه في توقيت مهم. خلينا نختم الاعلاميين براس حربه النظام عمرو اديب، اللي برضه لما امير قطر زار مصر غير البوصله تماما. خلينا نشوف تحولات عمرو اديب اللي احنا متعودين عليها واللي يوم عن يوم الحقيقه بتفقدوا اي مصداقيه بقياله. شوف عمرو اديب قبل وبعد ما الامير تميم زار القاهره. تصالح ولو قلدوك الذهب، لا تصالح ولو قلدوك الذهب. يا اهل الخليج، هل انتوا عايزين وسطيكم خاين؟ هل قطر دي كانت مهمه للخليج في اي حاجه؟ عمر ما كان قطر دي ليها اي ميزه بالنسبه لي. حد يقول لي ايه فائده قطر؟ اختفاء قطر من حياتنا لن يكون مؤثرا ولا اي حاجه، فلتختفي قطر. انتوا لسه بتامنوا القطر؟ هو تعبان، التعبان بيفضل تعبان. في حد يصدق ان التعبان هيبقى حمامه؟ انت مش اخويا، انت عدوي، انت عدوي. وتسالني قوي، بعتولي حتى على الواتساب ايه حكايه المصالحه الخليجيه يا عمرو. انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، انا شخصيا كعمر كمواطن بقى مواطن بعيدا عن اي حد، يعني ما تحسبونيش على اي حد، انا كنت بروح قطر، انا كان ليا اصدقاء في قطر، انا كانت الحكومه القطريه في اوقات بيبقى عندها مناسبات كانت بتدعوني، وكان عندنا علاقات مع ناس كتير ومسؤولين قطري عادي جدا. ما تستعجبش ما تستغربش.